السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطباعة مانجا ذا بروميس نيفرلاند الفصل 78. قبل حرق وقبل كل شيء، يوم الجمعة والسبت القادم بس يومين عندنا حفل بحرين كوميك كون في الفورميلا 1، راح نكون متواجدين هناك. تشرف بمقابلتكم، مجال يا شو راح نكون متواجد، خلونا نشوفكم هنا. الحين قبل أن نحرق على متابعينا الأعزاء، في الحلقة هذه راح نتكلم عن مانجا ذا بروميس نيفرلاند، لم يصدر لها أنمي حتى الآن، فإذا ما شفت المانجا سكر الفيديو الآن أفضل لك، وخلونا نبدأ. طبعا في الفصل اللي طاف جابوا لنا وريدي أنهم شالوا القناع حق ليوسي ووجهوا المسدس عليه، بس هالمرة جابوا لك زي الفلاش باك شوي، رجعوا دقيقتين قبل يوم أنهم موجهين عليه المسدسات وقاعدين يمشون وهو واقف. سالفة كيف مجرد أطفال ضعاف من ميتم جراند فالي، الميتم التعبان اللي مو بأذكى شيء، ولا هم حتى هاربين من الميتم عشان تقول لهم أذكياء، جايين من الميتم ما يدون الله قطهم فيه وجبناهم هنا ورميناهم وسط هذا البارك اللي هو جولدي بوند، وقاعدين نتصطادهم. وطول ذيك الأيام كانوا يهربون منه، خايفين ما يعرفون يرفعون حتى علينا السلاح، وحين يخططون مثل ذا الخطة ويهاجموننا مثل ذا الهجوم. كيف قدروا يطلعون مثل ذا الخطة المحكمة؟ كيف قدروا يعرفون نقطة ضعفي اللي العين اللي في النص؟ بعدين بدي اتذكر كلام جيلاني اذا ما غلطان، انه قالت هو علمنا كل اللي نحتاجه، فقاعد يتسال يقول منو اللي علمهم كل اللي يحتاجونه هذا. فجاه قال له طلع السلاح الوحيد اللي عنده، سكينه وخبيه خلف ظهره، تشينج بوف. نايجل قنص السكينه من يده، طيرها بطلقه كذا، جابوا لك اياها مصوب تصويبه اسطوريه يا اخي، ويجيبوا لك اياه يهرب اخيرا، حط رجله ينحاش، والكاتب يوريك فلاش باك الاخت جيلاني وهي تهرب منه، والخدم حقينا ذي اللي زي الدبب قاعدين يطردون اخ جيلاني اللي ماتت، كيف انه كان يعذبهم ويقول بعطيكم 10 ثواني بعدين يقول قتلوهم ما يخليهم حتى 10 ثواني. حقير، كان شخصيه حقيره جدا. نجيب لك لقطه كذا قديمه ان الدبب كسروا رجل واحد من اللي كانوا يهربون من اخويا نايجل، فنايجل يروح يطلق على رجله كذا، قاعدين يعذبونه بنفس الطريقه اللي هو عذبهم فيه. وفجاه يجيبوا لك اياه غاضب يقول اللعنه شلون واحد مثلي يهرب من الماشيه، يعني كانك انت واحد راعي غنم والغنم حقينك يطردونك وانت تنحاش منهم. جابوا لك اخيرا شكل انه فعلا جيلين شالت القناع على وجهه ورمته مصوب المسدس على وجهه، على وجهه جابوا وجهه مره قبيح ومليان عيونه كثيره طلعت. جابوا عليه مؤثر انه قاعد يلهث، يعني مركب الا مسافه بسيطه، شوف لاي درجه هو ضعيف جسديا، قاعد يلهث. حسنا لقد انتصرتم هذه المره، وداخل عقله يفكر يقول مستحيل اني اسمح للماشي انهم ينتصرون الحقرين، بعلمهم مقامهم، بخليهم يعرفون انهم مجرد ماشيه بس. هذا في مخه قاعد يفكر كذا، وقاعد يحاول يتفاوض معاهم، يقول لهم انا راح انفذ لكم اي امنيه تبون، وراح اتقاضى عن التطاول اللي انتم سويتوه علي، يعني انكم مديتوا يدكم علي، لذا توقف عن اللي انتم قاعد تسوونه الحين وبعدين اتفاوض. طبعا داخل مخه قاعد يفكر يقول كل المطلوب مني اني اكسب بعض الوقت، كل اللي احتاجه دقيقتين، لا مو بس دقيقتين، دقيقه واحده. انا اشتم رائحه اللورد بايون بالقرب من هنا ومتوجه المكان، يعني كل اللي احتاجه دقيقه ويوصل لورد بايون، وعندها سانتقم من هؤلاء الحمقى الحقيرين. وهنا انا بدأت حطيت على قلبي، قلت لا مو بوقتك لورد بايون، ادخل ينجح العقير، خلاص قتلي يا جيلان. تبدا جيلان تلعب فيها نفس اللعبه، قالت له بعطيك 10 ثواني، بعدين قالت لا ماني معطيك، بذبحك الحين. استسلم رفاقك لن يأتوا لإنقاذك، ما حد بيفيدك يعني خلاص. وطبعا هذا نفس الكلام اللي هو كان يقوله الحقير لكل واحد كان يصيده من إخوانهم وربعهم طول السنين اللي طافت. ليوسي قاعد يصرخ انتظروا، فكروا بالموضوع صح، انتوا قدرتوا تمسكوني فعلا، بس ترى ما راح تقدرون تمسكونهم، بالأخص أرشدق لويس هذا مستوى ثاني، بيجلدكم بيعلمكم من الله حق. ليوسي لازال يحاول يقول لازال هنالك وقت، انا حقا راح اسامحكم، ما امزح يعني، خلوكم منطقيين، احنا كنا قاعدين نلعب بس، تلعب وانت قاعد تذبح فيهم يا حقير يا منحط، والله انقهرت يا جماعه. نايجل فقد اعصابه، قال له جيلاني دوت قتليه فكينا منه، بدا ينقهر منه خلاص زي هنا، قال لا انتظروا لو قتلتوني ابي سوف. وهنا الكلام زي ما قلت لكم، ذيلي الديمونز ذيلي كلهم يعتبرون مبزره، بس مبزره او عيال ناس مره كابر في عالم الديمونز، يعني وأبائهم ماسكين مناصب مرة عالية. جيلاني قاعد ماسكة وسادت تقول أوه يا أختي العزيزة، تقصد أختها اللي ماتت، من يصدق أن هذا الحقير سوى فينا ذيك البلاوي كلها؟ شبيه عشان يترجع حياته، مو بقادر ينجو. وهو لازل يصرخ لا انتظري لحظة، لا تسوينه، تحط يد على الطب، فجرت راسه يا عمي. أنا بس جات الطلقة قلبي كذا قلت يس اقتلوها الحمد لله، ما علي حتى لو ما اختلوا الباقي، ما علي اهم شيء ليوسي هذا يموت. لا لازم طبعا يقتلوا الباقي كلهم، بس كنت من قهر لو احد جاء انقذه فعلا، لو تاخروا في قتله وجاء بيون او اي احد ثاني ينقذه كنت بحقت صار. وهنا جيلاني تقول له من قال نحن بنستخدم نفس الاسلوب ونفس التقنيه اللي استخدمناها عليك على رفاقك؟ بالتاكيد المجموعات الثلاث البقيه مختلفه عنك تمام، ندري انك تضعف واحد فيهم. وجابوها كذا طالع صور الديمونز كلهم، قالت ليوسي هذه كانت
كان اضعف واحد فيهم، فمستحيل نضيع عليه افضل ما لدينا، بنحتفظ بافضل ما لدينا للبقيه اللي اقوى منه. نايجل قاعد يطالع الوقت يقول مرت 6 دقائق و22 ثانيه حتى الان، تمكنا من اسقاط الخصم الاول لننتقل الى الخصم الثاني. يعني المجموعه الثانيه ما راح يقتلها بس اثنين، لا المجموعه الثانيه يمكن بيهم بالذات راح يتوحدون عليه اربعه، يعني يقتلون ضعيف بعدين يجمعون اربعه على اللي بعده، بعدين سته اللي بعده، بعدين العشره كلهم على ارش دق لويس. اجلد يا حبيبي اجلد، لو مش خططتهم صح بيصير شيء اسطوري صراحه. تلقى المشهد عند نيوم او نيوماس، ثنتين ذيل اللي ما ادري حتى لو واحد ذكر واحد انثى، اثنينهم اناثي اثنينهم ذكاره ما ادري صراحه. طبعا الثنتين كانوا يركضون ويلحقون سونيا وهم يطردونها، في واحد اللي هو الثاني ساندي قاعد طه 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 مستلمهم طلقات وجلد. نوما ونوماس قاعدين يتكلموا مع بعض، يقول هم اثنين، واحد منهم اللي قاعد يهرب والثاني مختبئ، وقاعدين يغطون بعض يعني يساندون بعض. طبعا واحد منهم يعلق يقول واو هذا الشيء ممتع، الماشيه اللي كانت اول بس تلعب معنا لعبه الاختباء الغميمه الحين قاعدين يلعبون معنا صيده، يعني احنا نصيدهم وهم يصيدوننا. بعد يقول للاسف احنا كان حظنا سيء، البشريين اللي لقيناهم مش إما اللي هي افضل شيء اللي جاي من جريس فيلد هاوس، الخيار الوحيد قدامنا ان ما نقدر نقتلهم حاليا، لو قتلناهم نزل عدد الضحايا الموجودين اقل من العدد المطلوب، بنوقف اللعب بنوقف الصيد، فكل المطلوب منا حاليا انك تتلاعب وياهم بدون لا نقتلهم. بعد يعلقون تعليق حقير جدا يقول يا للاسف ضيع وقتهم كله في التدريب والتجهيز لهذه الخطه، وفي النهايه كل تدريباتهم وتجهيزاتهم بتروح هباء منثوره، لانهم ما راح يقدروا يفوزون في هذه المنطقه اللي اساسا احنا مصممينها. فليس بامكانكم استخدام اي سلاح من الاسلحه دي عشان تقتلونا فيها، لانها برضو الاسلحه دي احنا اللي معطينكم اياها، ويجيبوا لك اياها واحد منهم ضرب الشجره قص الشجره وقص السلاح اللي موجود في يد ساندي. سوني نتعلق تقول ساندي وتوقع نطلقت تحاول تحميه شوي، قالت نعم هذا صحيح ما عندنا اي سلاح يساعدنا على النصر ضدهم، وهم يعرفون ذا الشيء، هم مثقين من نفسهم ان كل اسلحتنا ما تقدر تقتلهم. فسوني هنا قاعده تحلل الموقف تقول هذا الموقف اللي احنا فيه مو مجرد غرور منهم، فعلا الاسلحه اللي معطينا اياها ما تساعد على قتلهم نهائيا، احنا البشر وضعنا ما نعرف نقطه ضعفهم للعين، وحتى لو عرفنا نقطه ضعفهم القناع اللي هم حاطينه اللي يحمي منطقه الضعف هذه قوي جدا ما ينكسر بالاسلحه الضعيفه اللي معطينا اياها، مهما طلقنا عليهم في اي مكان ثاني راح يعيد تجديد جسمهم، يطلع جسمهم من جديد ولا كان نصبهم شيء، حتى لو كانت عندنا استراتيجيه عبقريه جدا فرصه نجاحنا راح ترتفع عن الصفر، بس ما راح تنفع خصوصا مع ذا الاوغاد ذي الاقوياء مو ليوسي الضعيف، وبالاخص القاده نتكلم عن بيون نيوم ونوماس ولويس طبعا. فهنا ساندي يقول اول شيء مطلوب منا ان احنا نوقف تحركاتهم السريعه ذي، نحاول نخليه ثبتهم في مكان حاصرهم، وفعلا فجاه ديموس قال وقف ياشر على خوي الثاني وقف، هم مسويين فخ في زي الخيوط موجوده تدل على مكان فخ، فهم اذكياء جدا وقفوا، مع انه ما يدرون ان ساندي وسونيا متعمدين يخلون يوقفون بالفخ هذا عشان يقدرون يصوبون عليهم صح. فنوم ونوماس قاعدين على القول يقول اوه يعني طلع شيء جيد، يعني ما كانوا يركضون عبث او في اتجاه هائم كذا على وجيههم كالعاده، لا هالمره كانوا يركضون ليقودونا لهذا الفخ، ولكن هذا الشيء ما راح يفيدهم. ويرد ساندي يعلق فعلا يقول هذا الشيء ما راح يفيدنا، حتى لو انا اوقعتك فخ وثبتتك وجيت حاولت اشيل القناع ما راح اقدر اشيله، وعلى ما احاول اشيله بيقتلني بكل سهوله. ففعلا فعلا احنا ما بيدنا شيء نسويه، او هذا الشيء اللي فعلا احنا نبيكم تفكرون انه ما بيدنا شيء نسويه، نبيكم تتامنون لنا ما عندهم سلاح يقتلنا، حتى لو سووا مسكونا في فخ ما قدروا يسووا لنا شيء، خلوكم مطمئنين واثقين انكم عندكم اليد العليا وانكم اقوى منا. جاب لك الكاتب هنا فلاش باك لان الفريم فجاه قلب اسود، وجاب لك اوليفر قائد فرقه المقاومه، هذه يسمونها فرقه المقاومه حقت جولدي بوند، كان لازال صغير ولوكاس يتكلم معه ويقول له اذا احنا فعلا ما نقدر نخلع اقنعتهم ما عندنا خيار ثاني الا ان احنا ندمرهم بالكامل، ولكن للاسف الاسلحه اللي هم قاعدين يعطونا اياها ما تساعد على تدميرهم، ما تكفي ان نقتلهم بها، راح نصنع اسلحه اقوى وراح نستخدم الاسلحه القديمه وبعض الاسلحه اللي لوكاس نفسه جاب سلاح انه جايب اسلحه من الملجا حقهم مع بعض الاسلحه اللي نبي يطورونها ويركبونها، وقد جابوا من قبل ان نايجل اذا من غلطان او باولا واحد منهم متخصص في تصنيع الاسلحه وتطويرها، اسلحه قويه ما فيها الكفايه ان تدمر القناع وتحطم وجهه وتحرق عينه وتقتله بضربه واحده، احنا كنا نعمل بلا توقف نجمع السلاح على السلاح ونجمع الفشل على الفشل، يعني نفشل في تصنيع واحد ونحاول مره ثانيه ونفشل ونحاول مره ثالثه ونفشل، بعد عمل دؤوب لمده 8 سنوات كامله قدرنا نصنع 5 طلقات متفجره قاتله تدمر القناع وثلاث بنادق تطلقها، يعني ما عندهم الا 3 اسلحه وثلاث اسلحه تطلق بس 5 طلقات، لذا ما عندنا خيار ان احنا نخطئ في الاصابه، يعني لو طلقت طلقه وتفاداها واحد منهم رحنا فيها. القاده اللي بقوا هم 4، لويس، بيون،
نوماس ونيوما، وهم جاهزين 5 طلقات بس واحد منهم ما كان يحتاج له طلقه، فلازم يخبون طلقتين حق لويس. لويس واذكى واحد واسرع واحد فيهم، ممكن انك فعلا ما تصيبه بالطلقه الاولى تصير عندك طلقه ثانيه على الاقل. لازم ال12 كلهم عليه عشان يقتلون، انا متاكد ان هذا اللي بيصير. على ممكن تصير وصلنا لنهايه انطباعنا للفصل 78 من مانجا ذا برومس نيفرلاند. اتمنى انكم ما طولنا عليكم. في الختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناه واضغط الزر هنا والضغط على زر الاعجاب والشير، واشوفكم على خير.